أعيد هذه الآية. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. أعيدها. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أحسنت. من تقرأ الفاتحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صفت الهمس في حرف الحاء الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مشددة مضاعفة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط حذاري لا نقول أبيني كسرها اهدنا الصراط صراط حذاري أن تجنحي بها إلى حرف السين مخرج السين طرف اللسان مع منبت الثنايا السفلى نقول سي بل نقول صي صراط اهدنا الصراط المستقيم كذلك المس ناموسها فحثه شخص سا سكت إذن الهمس هو جريان النفس إذن مس اهدنا لا رجعتينا الآن اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم مستقيم أقرب منها شوية تكاك الطيب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم هذه صفة التفشي لحرف الشين فنقول من الشيطان الرجيم فخم الطاء من الشيطان الرجيم بسم الله لا بسم الله زيدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين ربي حذر ربي رب العالمين الرحمن الرحيم يوم أحسن الضبط ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لا كذلك لا نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا هي ولا شنية عليهم صحيح
غير المغضوب. ما لا لا أظنك تنادين أمك بهذا فتقولي ما، بل أماه أو أمي. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط. أعيدي إياك. إياك نعبد وإياك. إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. موس. اهدنا ليست آدي. إيه. هو كده نصلح لديك لديك في إيه. معانا ولا لا؟ لازم نقول لك عليها عينا. ها؟ ما قولي أنت. وعليكم السلام. ما عندي ولا أنت. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كان جيت تصلي بها ومعملتي هكا بالفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ذوب ذوب. عندك اللوبيا ذوب. الحمص. المدينة. غير ما. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضال. ولا الضال. ولا الضالين. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط. اهدنا الصراط. اهدنا الصراط المستقيم. سو سو لا سو ماشي للسو ذلك نسخ. نحن انا مازلنا هنا. اهدنا الصراط. اهدنا الصراط. اهدنا الصراط. ليست اهدنا. اهدنا الصراط. اهدنا الصراط المستقيم. لماذا تقول السو؟ لماذا هذا الاشمام؟ انت تشمين الحرف فتقولين اهدنا الصراط. تمشي به بداية الضبط بعد ترجع به للكسر. لا. اهدنا الصي. 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 أحسن. اهدنا الصراط المستقيم. صراط. لا تسمعوا فيها ولا لا؟ صي. أنت تقريبا عندك فلان اسمها. تسمعيهم الصباح. هكا تأثرتي بذلك النغم. إذا اهدنا الصي. الصي. صي. صا. صو. هذه حركة الفتح. صا تباعد الفكان. حركة الضم. صو استدارة الشفتين. حركة الكسر. صي يتباعد الفك قليلا. اهدنا الصراط المستقيم. مستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. مس. مس. هكذا مستقيم. شوف طرف اللسان يجي في منبت الثنايا السفلى السنين هذوما المنبت نتاعهم يعني في اللحن. نمشي غاديك طرف اللسان في حرف السين.
اهدنا الصراط المستقيم. أحسنت. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعيدي واقرأ الفاتحة وصلا. ملانة كانت حبي أنا أقرأ لك وصلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك. وصل اي وصلا. انت عملتي وصلا ووقفا. انت العالمين عملتي سكت. عندنا الوقف وعندنا السكت. في العالمين عملتي السكت. انت السكت هو درجه اقل من الوقف. انت عملتي كيكه وبرفطين زعما كاننا عملنا مشينا النص. وهذه اسمها اكبر فيتو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كان تقرأ عند المغاربة شو رفضولك هذه ولا الضالين يعطوك عليها تحت باش تطلع. خاطر احنا باهي قاعدين نفهموا ما تقول به المشارقة، لكن ما نجمناش نقلدوا المشارقة عينا. فالمشارقة تحس تمشي في البداية نتاعها ولا وبعد يسيم لها شوي خاطر هو حرف رخم. احنا ولا هنا مزج بحرف الدال ولا تسمعوا دال مفخمة ولا الضال. يعني البناية مش عندوا علينا اعتصام يقول لك راهو الدال لكن احنا احنا نصبوا الدال. انتم ليه شدوا القرآن نتاعك صحيت غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضال. احسنت ما شاء الله هكي تحسن. لكن باه يا طيب يعطيك الصحة تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. سلك قبل ما نصب عليك دبوسة الماء. أنت ما كان حافظة الفاتحة ولا لا؟ المرة اللي فاتت توا عاملين لها صحيح. بسم الله لا نقول بس بس صحيح. بس لا ولا لي نقولوا لا ولا لي لا مفتوح ولو هذا كان بي لولو ها ولي هي المكسور. اذا لله لا نقول لا لله لله الحمد لله. أعيد. اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم. مص ولا مس؟ مس. احسنت. مستقيم صراط الذين تل الذين بالحق تو البناء مش عملوها ومش عطونا طلعتنا باش نقولوا قول فكيتوا الداله لاول مره وسكتنا عليك زيدوا تفكوا لنا التل. صراط الذين صراط الذين صراط الذين
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بيكون السنة خليته تعملون عداوات مع كل فئات الشعب. تقول يبيعوا فك الحمص يقول لك راه ذواب ذواب فك المرشيات. يقول لنا نحن ننقض الذا زاد هنا يقول لك فكنا الذا نتاعنا. غير المغضوب عليهم و و و و ما فماش و و ها ولا الضالين. احسنت جبت معك عمل نسائك في شكرا تعطيها شكرا. من تقرا الفجر تفضل. نعم هذه ما مسلحة عندها ساك بسم الله ما شاء الله فيه كل خير. نعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي العشر والشفع والليل. أبيني الراء المطرفة كيف يكون أمرها حال الوقف. والفجر شنية حكم الراء باهي. احنا نتفقوا معلومه طيبه كي نقول الراء اذا كانت مفتوحه او مضمومه كانت متحركه بالفتح او الضم فحكمها التفخيم، واذا كانت مكسوره فحكمها الترقيق. اما اذا كانت ساكنه فننظر الى الحرف الذي قبلها، فان كان مكسورا رققت الراء، وإن كان متحركا بفتح أو بضم تفخم الراء. فإذا كان الحرف الذي قبلها ساكنا ننظر إلى الحرف الذي قبله، يؤثر كذلك في حركة الراء. هناش عمل الفاء مفتوحة ولا لا؟ الجيم ساكنة والراء ساكنة سكونا عرضيا، شنو باش يكون حكم؟ أحسنتي. إذن والفجر. أحسنتي. والفجر وليالي عشر. جريدية تشمر لا بسم الله. والفجر وليالي عشر والشفع والوتر. وش والشفع والوتر وقيت ما كتوش وشي ما وش باش تيجي. والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. ذلك هم فرد ولا جماعة؟ هم اللي أكثر فأكثروا هم جماعة. إذن فأكثروا فيها الفساد. فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم. صب مسكين لا صب ولا حد شيء. فصب لا عاش بنتي بدون مد بدون تمطيط في حرف الباء باء عادي. فصب عليهم ربك صب عذاب. أبالسين أم بالصاد؟ إذا سوط. فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. لا شو بيقول لك عندك تمسيك حر ما كنتش فهمت. فيقول ربي أكرمن. أحسنت. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول
أكل لا بدون تضعيف أكل اللم وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيها أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ما سعداء والطاعة فيها قمر يا أيتها النفس المطمئنة مئنة السعدين ما صحيح هذا أحسن إذن يا أيتها النفس المطمئنة مطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ما حذر من ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صغر النبات ربي قال عرضها السماوات والأرض يا ميت انت تعطي هذا قدناك فترش فادخلي في عبادي وادخلي جنتي شكون ما قراتش تماما أعيديها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسنت والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه
يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت. من مرة شنو عملت؟ شنو الفرق ما عندك ما بين الأولى والثانية؟ أحسنت. يقول يا ليتني رجعت للضعفي فهم؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ حديث الغاشية. حديث الغاشية. هل بدون أن أقول هل ما يلتصقش اللسان زمن أكثر من أن يسير بالحنك الأعلى وقت ضاعفنا اللام هذه ورديناها عبارة مشددة وهي لا وهي من حروف بيني. أحسنت. حروف توسطي بين الشدة وبين الرخاوة فنقول هل اسم هل. هل أتاك حديث الغاشية؟ 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 أعيدي. هل أنا السلام عليكم شيخ مختار. هل أتاك حديث غاشية؟ علاش عم هكا تقول جاني قلت لك حنش قلت لك عادي آية من كتاب الله عادي. هل أتاك حديث غاشية؟ أحسنت. وجوه يومئذ خاشعة. وجوه يومئذ خاشعة. وجوه يومئذ خاشعة. وجوه خاطر تو التلقي يتم مشافهة ما معنى مشافهة وكأنه علم ببغاتي بمعنى تقلد الطريقة بالضبط لتحسن خطف البداية بالزمن ما نعرفوش مخارج حروف وصفات الحروف ناخذوها تقليدا. تقليد كيفاش يكون؟ حركة الفم أين تتجه؟ حاول نقلد الحركة دي كنخرج أسلم ما يكون ثم من بعد نضيف عليه العلم العملي تولي إن شاء الله تلاوة صحيحة سلسة. وجوه والله ولا وصيت يا جماعة الله أكبر لا صحيح طبعا ملكة كمان يفال عرفتي تطيح الكره بهك يبدو بك الكريك يهزو فيها هك شوي 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 حاول. وجوه يومئذ خاشعة. وجوه يومئذ خاشعة. يومئذ خاشعة. يومئذ خاشعة. عاملة ناصبة.
تص مرقق ثم المفخم التاء مرققة والصاد مفخمة وفيها صفة الصفير كتص هذه صفة الصفير إذا تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى كذلك صفة الصفير لحرف السين صفيرها تمشي صار وزاير سين من رز تس تس كذا حروف صفيرية فيهم صفة الصفير إذن تسقى من عين آنية 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 أنت من بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ليست عاملة ناصبة سيدة شوي علاش كان المقدار بتاع الغنة عاملة ناصبة تصلى نارا تصلى نارا حامية تسقى من عين جارية هم في النار يعتبرون بعين جارية تسقى من عين تسقى من عين آنية بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية بسم الله لا لا خير خير رب حلال بسم الله ليست بي بي أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم أحسنت هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ ساعد المصر وجوه يومئذ لا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم هم لها ضم فيها والميم ترجع إلى الكيفية إلى الوراء بمعنى الشفتان تضم كان في الحرف المضموم وهو ليس لهم أحسنت في حرف لا
الميم ساكنة يرجع، ما نقولوش ليس لهم، وكذلك لا نفخم هذا الحرف فلا نقول هم هم، ليس لهم هم، ليس لهم، نعيد، ليس لهم، أحسنت، ليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس لهم طعام إلا من ضريع، إلا من ضريع، إلا من ضريع، ليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس لهم طعام إلا من ضريع. ضريع هو نوع من الأشواك. شكون من الحيوانات يأكل شو؟ حتى الماء يستيك مغز؟ يستيك كل شيء. لا لا ماذا يكلش؟ شمال. لكن من يجيش شمال؟ نعم الأخرين ممكن يأكلوا كالأخضر متاع عروان والأخرين شو كشو في الدهك؟ شو خوك الشمال. ليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يسمن ولا يغني من جوع. ينبي ذلك. ويبدأ وهذا
اخضر ويابس، ويستزل الشيطان في البدايه يمشي كان الحاجات اللي هي دينيه، وانا هبط لحسين يعقوب واسمع هذه باهي وكذا، ويبدا اذا سلس على كلمه ترى ذاك يدخل له حويجه برك. يقول ابن يقول الامام البصيري: من حيث لم يدري ان السم في الدسم، يسمم له الحاجه هاك السم البطيء، عرفات قيل لهم يسموه قام ليش قدر من الشر باش تفاعل في بدنه وقضى عليه السم. فما نوعيات من السم اسمه السم البطيء. كذلك ابليس وقت يرمي بنوعيات من السهام المسمومه البطيئه، يبدا يقتل المؤمن شيئا فشيئا، ويبدا يشوف في حاله حبايب ردوا بالكم، اذا لسعيها راضيه، مش حاجه الله يا رب يقدر القران، الصلاه، التسبيح، الاستغفار، الزياره في الله، الصدقه، قيام الليل، الكل هذه علاش رب سبحانه وتعالى لون لنا الطاعه؟ علاش جاب اكثر من طاعه رب سبحانه وتعالى؟ كان ينجم يقيدنا الطاعه برك. فمن من الملائكه من هو ساجد الى يوم القيامه، ومن هو راكع، ومن هو يحمل العرش، ومن هو يستغفر للناس، كل واحد عنده طاعه وحيده يقوم بها. غير ان ابن ادم له طاعات متعدده. لماذا؟ لما عرف منك الملل، طبعا الانسان ملول، يمد. لما عرف منك الملل لون لك الطاعات. لما علم الله منك الملل لون لك الطاعات. هذه صلاه، هذه صيام، هذه حلقه ذكر، هذه استغفار، هذه دعوه الى الله، هذه كذا، كلها طاعات. معلش باش الانسان يكون شبيه بالنحل. وأوحى ربك إلى النحل. ما تتنقل من زهرة لزهرة ولكن تنتج عسل. والعسل شفاء للناس. ما تكونش النحلة أنفع منك للخلق. أنت زادت نجمي تكوني مثلي. أنت تاخذي هذه من الصلاة نورانيات، ومن ذكر نورانيات، ومن التسبيح، ومن الصيام، ومن ومن ومن، ماذا ستنتجين؟ عملا صالحا. كلما حللت إلا ونفعت مثل الغيب. إلى متى نختم؟ تصمر لسعيها راضية، لسعيها راضية في جنة عالية، في جنة عالية لا تسمع في نسمع فيها لغو الكلام. ما هو مقام لغو الكلام؟ ومثل الكلام المباح، الكلام العادي. في الجنة إذا ربي ما ارتضاش هنا في الجنة، ما معنى؟ أي حتى هو في الدنيا رغم هو كلام مباح، لكن لو تعفف عليه المؤمن يكون أفضل وخير. لأنه جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وقال: يا رسول الله، أنحاسب على ما نقول؟ قال: ثكلتك أمه، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا من حصائد ألسنتهم؟ وخاصة لنزول زخوات حل الفيسبوك. قيت نخرج حملة الحصة وأنا استغربت قدام الشيخ هكاك حشمت، أنا في بلاصتها حشمت. الله يهديها، الله يهديها، الله يهديها. قولها في ركعتين مش على صفحات الفيسبوك وتحكي أنت وزيد وعمر، قولها وانت على السجادة: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم إن حالي. يبدأ احكي الساعة على حالك أنت، راهو حالك هو اللي ريته هذاك، بعد يقول لك ربي سبحانه وتعالى فلاشك اللي ريته على الأخت هذيك، هو في حقيقة الأمر حالك أنت ومستواك أنت، لأنه المسلم مرآة أخيه المسلم. أنت انعكست صورتك غاديك وقت هزيت لي تصويرتك، لو نحن وقت واحد يغسل المرأة أنا مش نلقى صورتك أنت في المرأة، مش نلقى صورتك نفسك. إذا المؤمن يرى روحه على صفحة أخيه، إذا ريته هو مقصر، إذا ريته هو يعمل، إذا في حقيقة ذاك كوامن ذيك في داخلك وسيظهرها الله. كان أنت استرت عليك المؤمن ذيك يسترها عليك الله في الدنيا وفي الآخرة، وكان أنت أعلنت يعلنها الله. أيوة، اختارت الناس المبتلى
ومعافى، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الناس مبتلا ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. قل الحمد لله وأني معافى من كل بلاء، الحمد لله رب هداني للصلاة، الحمد لله رب هداني للحجاب وهل من جر، إذا غيرك ما عندوش الصفة ذيك. ثم ارحموا أهل البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم نعت رب، قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم شد بالمؤمنين رؤوف رحيم. احنا تعدي مع عام كامل ماشيين مع بعض المخيال وجايين مع بعض، ونار تطلع منها سيئه واحد هكا مازالت كان الصحافه المسموعه والمكتوب، والكل تبدا تخبط من اخت للاخت، يا اخوي دبر راسها هي على حالها وانا على حالي، والله بعد نكلم ماشي من فين هم كان لا لا روخوك روخوك مبتلى. وربي قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، كان مرض ربي عنده منه خزائن، كان خير ربي عنده منه خزائن، كان ابتلاءات خزائن قادر يرحمه ويبتليك أنت. فبالتالي أصبر وأحسن الظن بأخيه، حسن فيه الظن، راهو مبتلى أخوك لازم تفهمك النقطة هذيك، هو السكران السكران يقول في أعضاء خليك سلم على الكشاف مش في وعد وهذا المجر سكران مع سكران يلقى عذر الزميل، وانت تربطك أخوة في الله أخوة وما اسمها منزل، وتبدأ تنتش فيه كيبقى توصل الله يهدي الله حسبي الله ونعم الوكيل يعطيك الصحة تتحسب عليك انت الشجرة والحجرة اللي سمعتها وانت لا اخوك في الله واختك في الله قولان تكون ستر الوقت عليه. ربي سبحانه وتعالى قال ولولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، ديما الانسان يقول خير. ربي سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. شنو نتيجة القول السديد؟ يصلح لكم أعمالكم، أعمالكم يكون تولي بسم الله ما شاء الله، يرضاها الله من فوق سبع سماوات ويرضاها العبد، يثني عليك الله خيرا ويجعلك في جنات، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، هذا مستقرك في الآخر. وفي الحياة الدنيا يرفعك الله فيكتبك مع الصالحين، الصالحين راي مرتبة الأنبياء رغم أن هي مرتبة النبوة أعلى مرتبة، إلا أن الأنبياء يقول وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أنبياء يسألوا هذه المرتبة لأنها مرتبة عظيمة. فربي نتيجة على القول السديد يعني القول الطيب قول المعروف يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، ها تقف غادي ويغفر لكم ذنوبكم. شو نتيجة القول يجعله لك رب سبحانه وتعالى ممحاة للذنوب ويغفر لكم ذنوب، ها ومن يطع الله ورسوله، انت نتاج لهذا الكل، انت كتبت عند الله من الذين يطيعون الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله شنو فقد فاز فوزا عظيما. إيانا والقول ربي في بداية الآية هذه كنا نقولش يقول الآية قبل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا لا تكونوا نهي نهي لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال نتيجة القول، الآيات هذه كل نتيجة قول سواء قول معروف لا قول سوء. وربي حذرنا 89 مرة هبط خطاب للمؤمنين، شوف قداش استجاب قلبكم في 89 مرة قداش استجاب 89 مرة ولا لا. فربي يوصل ما خاطبش عامة الناس، خصك انت بالخطاب انت الذين آمنوا، ما قالش يا أيها الناس، لا قال يا أيها الذين آمنوا، ما قالش يا أيها الذين أسلموا، لا زاد رفع لك من شأنك، فقال يا أيها الذين آمنوا بمعنى بشاشة الإيمان لابس قلبك. فذيك حد لأجل هذا حدثك برقائق الأمر، فقال يا أيها الذين آمنوا
لا تكونوا كالذين آذوا موسى. قلنا احنا خلطنا عليه سيدنا موسى مش نآذيهم، لكن هذه تربية لنا أحلى باش ما نآذيوش بعضنا البعض. ولا لا والله لا حسيت منها اللي هي تحب تقول لي كاك ومن الجريماس بتاع وجهها وكل ضحكت لهم وصلت لي انا عملت هذا. لا لا لا، انما ذلكم الشيطان، الشيطان يخذل بيني وبين النور. هذاك مصر، مصر كانت تستعيد بالله وتقول لا الخير معاها الامام علي، يقول ما اجتمع علي امران الا واخترت احبهما الى الله. احب الى الله شنو؟ وانك تكون متاخر مع اخوك مش تكون متنافر. ربي حذر ان الشيطان يجري مجرى الدم في عروق ابن ادم، في العاده يجري مجرى الدم باش توقف بكثره الذكر. ان الشيطان جاثم على قلب ابن ادم فاذا ذكر الله خنس واذا سكت وسوس. نحن غنان فيسبوك وحدي في المحطه وترسكي في المترو وبعد يقول لك والله كان ما جيتش نخافرك، واش كتخاف له؟ في جنة عالية، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية، فيها وزرابي مبذول. يجيبون زربية بتاع 70 دينار ما تخليناش الصبات عد تعرف شنو عد مش الواحد يعلمه فيديو يدخل الدار ايش فيه؟ اه زربي اه زربي اه رب سبحانه وتعالى مش يعطينا غديكة لا تتشرطوا علينا ولا تكلمون نعيد ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة
كيفاش ما تنقصش كثير، فمش كل ما احضرش كيف على المعلومة يعني.
بكل الله ما حضرتش بتحبين نعمل من فاته منك وصل حظه الندم. يا بنتي راه يلزم تفهمي حاجة، احنا كلنا نقراه الله الذي لا اله الا هو، وعينينا ما تنزلش حق الاستاذ جل وعلا حتى في حركاته وسكناته اللي هي يعني في الدرس، جلوسه، اشارته بيده، الترتيح كذا، ناخذوها من عند الاستاذ بتاعنا تقليد ما تتصورش، ينتج على ذلك التقليد حب للاستاذ، بعد ما يوصل ولو نتقبلوا منه كل شيء، واللي احترامنا ليه كبير، نعرفوه انه مخذاه بايدينا الى الله، والذي نقرا في جامع الزيتون، ونقعدوا مع حضره الشيخ نتاعه، واحد يقف من عنده في كلام منه، وهذا يسال الاستاذ والاخر يجاوب من غاديك، سالت الناس ما تربتش، العلم هذا يعني تربيه، بدون تربيه. شوف في حديث جبريل قال وأنه يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد منا فجلس وأسند ركبتيه إلى ركبتي رسول الله ووضع يديه على فخذيه، هذه خلافيه يلندرا حط على فخذيه يعني هو ولا على فخذي رسول الله؟ قال ولكن الارجح على فخذيه. انت يقول القائل هم يوصفون في حاله في الحاله دي ليش؟ ليبينوا لنا كيفيه جلوس المتعلم نحو المعلم. نحن يا بيت يا عم هك اخت دقائق ولا هك وعامل كيف قاعد وطق الله اكبر وكلم ما تشوف يا متشدد تولي وش فيه وش باش يردن وكذا وجرب عاد فك المناقشه وتناقش وتحب يبين وراني انا كذا انما الساده العلماء وقت يوصفون حديث يوصفون ويورونا الاستنباطات من ذلك الحديث، راهي الاشياء ما تخطرش بعقل انسان ويفتح عليهم ربي فتح العارفين. تبدا الاستنباطات، فورونا كيفيه جلوس المتعلم بين يدي المعلم. احنا تو نقرا والله الشيخ اللي قاعد يطلع والخيات اللي قاعد على كراسي. بينما قبل وقت كنا نقرا اذا جلس جلسنا واذا قام قمنا. ولا يقاطعه منا احد واي استفسار نخلوه بعد الحس ما لهم توقف علاش انا اعذرهم في ذلك باش نسوق الجلسه باش يتكون الانسان بالجلسات التربيه وين تكون في بيت الله خاطر النبي صلى الله عليه وسلم اعطى اشاره قال ادبني ربي فاحسن تاديبي اين ادبه ربي في بطحاء مكه لا في مصر عند نزول الوحي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي مرة لكن معاش أحد معلمي القرآن وكنا في خدمة بتاع القرآن مجلس للأكل نأتي تلك الملوك وقال لي فلان نعم سيدي قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي هذه الآية هي خاصة ولا عامة قال يعني هذه خاصة بالصحابة فقط أم عامة لجميع المؤمنين قال سيدي والله أعلم أظنها عامة قال لي ما قلت له الخطاب عام قال يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الذين آمنوا تشملنا وتشمل احنا ما نفي ان شاء الله في الذين امنوا. اي خلي بالك كيفاش ننزلوها هذه
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال النبي كان بين ظهرانين. احنا تو كيفاش؟ قال النبي انتقل إلى الرب الأعلى. كيفاش سلكنا منها احنا الآيات؟ آه لا سكت. كيف باش نجاوب؟ مش عارف. سكت. تريث قليلا. مش قال؟ قال لي رأي الآية دي تبقى سارية المفعول فينا وفيها. وحق النبي صلى الله عليه وسلم يراعى حيا وميتا. قلت له كيف؟ قال وقت تبدا انت في المسجد ولا تبدا تناقش مع الخيال وهوك يقول حديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما تقولوش لا لا لحظه راهو ابن باز قال كذا وكذا. قال هو يقول لك حديث النبي وانت تحب تعمل استدلال. هو يقول لك حديث النبي وانت تقول له لا لحظه لحظه برك لحظه خلينا نكمل الكلام. قال لي هو رفع الصوت فوق صوت النبي. قال وجب عند سماعنا للحديث انت صحيح ولا غالب عالم او متعلم جاهلا فاهما. قال وجوبا عليك ان تنصت الى حديث النبي قد يزيدك بها الله نور ولو انت على حق ولو انت تحب تبين له مثلا لكن تريث حتى يكتمل حديث النبي من بعد اتكلم. يعني منين الاستنباط هذا منين جاء؟ منين؟ من شدة التعلق برسول الله من شدة هذا يتأكدي وأنه متربي مع مشايخ مع مشايخ وما كانش يعمل هك ومع خيال وما كانش يعمل هك فحمل معه ذلك المعنى وذلك التأدب إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اللي يدخل بيت الصلاة هو لابس بوك بالطبع إذا عم ينحي كلاس وهذا وقت يطلع على فرشه من ناحيت ويلاش مع ميش متغير يقتل الناس في كسيب الغاز غادي يرفع الإنسان شنو على شنية رب على شنية عون. لذلك أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا واحد يعمل كان يدور يلقك اليومين يغزل الحديث بداية الحديث يلقى روحه عارفه يعمل كان يدسه في جيب لا خاطر كنت تعرفه عاود اسمعه معاود أرسله لك ربي مرة أخرى وعاود إلا لفائدة يحبك تلتقطها فما إشارة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم علاج حتى يتبين لهم أنه الحق. راهو يحب يرسل لك رسالة أخرى لكن أنت سامحني فيك ما عندك شكل كود هذيك عملت لها كي ودسيتها أنا وأنت كان خبيتها هنا كان أول أماكن الرسائل النصية هنا في القلوب وليس في الجيوب هذه إذا راهو تأدب حط في الجيب هذه إذا ما عملناش كذا وحطها وكلتها الغباب ورجع واحد آخر وهزها وهلم مجرى شبيك بتعلمت نعرف الحديث والله لا تعرفوه والله الذي لا إله إلا هو لا تعرف حديث رسول الله. كانت الصحابة عندما يستمعون حديث رسول الله وكأن على رؤوسهم الطير بمعنى الطير ما يركز شوه انتم بنات قبل نحن كنا نخرج من صلاة العصافير نعرف وأن العود المتحرك لا ينزل عليه الطير ينزل كان على حاجة ثابتة باش يطمان وأنها اللي راه فيها حركة يوجس منها خيف حتى ولو حركتها الريح فما ينزل إلا عن العود الثابت. علاش الصحابة يقول لك وكأن على رؤوسنا الطير لا يتحركون عند حضرة الرسول تقول جنب ونحن يبدأ بالتنفس يبدأ يسمع في الحرم في الحرم المكي تصوروا في الحرم المكي ولا الحرم النبوي والإمام ينقل صلاة العشاء مباشرة. هاي 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 حريم السلطان بدأ تبدل بدل بدل شو بتشوفه هو هو يعطيك رسالة مش أنا إياه راك همت هاي ومن بعد ألا يا أهل الذكر هيو في من؟ في الحبيب الأوحد في رب العز ماذا تجيل ومش عارف شنية وتلطيخ لإمبراطورية إسلامية شادني وهم ياه مش عملته الحكاية كل وأنهم الدسائس يعني الإمبراطورية العثمانية قادتها وهم ياه بالدسائس بتاعها والضرائر بتاعها والسلطان قاد إمبراطورية إسلامية كاملة وهو بالشيخ شيخة ما بيناتهم ويحب هذه ويغازل في هذه ويخطب فيها هذه وانتم هكا عينيكم فيه وتستنوا والإخواتهم حتى من أخواتهم اللي تلبس بك الإخواتهم اللي
فاهم تو كالاحمر والاخضر وكذا من شنو من شده شنو من شده تعلقهم متلاغز نهار ما تقول اليوم يا محلاه ها خذا والله لتتبعن اليهود والنصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى اذا دخلوا جحر ضب دخلتموه معهم قلدوكش هما في زي الاسلام قلدوكش مره في عيد الاضحى قلدوكش في عيد الفطر ابدا نحن نوال وراس العام حتى في الكذب قلدنا الكذب تفريق شبيه هو الكذب اسجوله وعملوله قواعد ولا عنده يوم يحتفلوا به وشر يحتفلوا به ونحن قال نحن تعطيها صورة ما فيهاش نص ثمن توادي الغاش تجي جمعة جاية مش حافظتها هاي عودتها هنا عطيها الصحة ومن بعد إنا أنزلناه على حصيرة خليناه دابا دابا نبيرو هذا والزول وفت مهمتها من القرآن لا حول ولا قوة إلا بالله القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخارب وربي اصطفاه صدر من أحسن الصدور اصطفاه وعاء لا إله إلا الله واصطفاه وعاء للقرآن وانت تضيع فيه حاطة فيه مش عارف شنو لا إله إلا الله صدور لا تليق إلا بالقرآن ربي يحب يرفعها ونحن نحب نوضعه أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير نشوفه تو اقل نخبه تصور لها من العمر 17 عام اقل واحده متصور 17 عام لو جبت في معدل كل يوم ايه تختم القران كاملا نحيلها الخمس سنين صغيره ما بتقعدش من خمس سنين الى ما فوق تختم القران معدل ايه من كتاب الله اين كنت اذا انت تمشي تقابل ربي وما عندكش القران اين كنت اين ذهبت طريق واحده ذهبت وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ليش؟ من 6236 آية تنضوي كان تحت الآية هذه فقط هذه ما عجبك من كتاب الله لا ورتل القرآن ترتيلا ادخل تحت ادخل تحت وتشبث به والله ما يخليك رب تجابك مش سيدك ما جابكش مش يضيع يقول أبي عطاء الله السكندري في الحكم العطائية متاعه يقول ما فتح لك بابا للدعاء إلا وقد ضمن لك الإجابة أي بمعنى ما حرك لسانك وانت وحدك تعيد ما حرك لسانك وقلبك بالدعاء إلا وقد ضمن لك الإجابة هي الإجابة مضمومة يحب يعطيك العطاء ذاك أما يستنى فيك أنت تطلب أو كعدل لك الموجة متاعك مش انت تقول يا رب يا رب يقول لك لبيك عبد من تقرأ نايل بنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة حسب التي بجانبها لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر أعيد فيها ماذا؟ سرر بضم الشفتين فيها سرر أعيدها أفلا يا ولا يا
احسن. اذا افلا ينظروا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. حسب واصبر. بين الهمس والهمس بتاعي خاصه في التاء الساكن. والى السماء كيف رفعت. رو لا رو، احسنت، رفعت. والى السماء كيف رفعت. احسنت. والى الجبال كيف نصبت. والى الارض كيف سطحت. فذكر انما انت مذكر. احسنت وكفى. واصبر. هل ماكش بنتي؟ ها لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الاكبر. قول شد رجلك شوف اقصى اللسان لكن يطلع شوية حرف الكاف يغلق المخرج يعني مين صف من الحلق الاعلى يعمل هكي اك اك بعد لا اك ديك ترتاح كأنه نفس خرج. فيعذب الله العذاب الاكبر. باهي بالدور ما تجي بعدك الصح. ان الينا اياده ثم ان علينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. عندنا تنوين وبعد شيء حرف خاء. حرف خاء حرف حق يعني لا يكون زيادة في صوت الغنى. وجوه يومئذ خاشعة. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع. أحسنت وكفى. واصل أنت. لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة. وجوه يومئذ ناعمة كذلك. وجوه يومئذ عندها تنوين بالكسر وش يجي بعد نور. إذا مش نعم غن. إذا إدغام بغن. يومئذ ناعمة. على رواية الإمام حفص لا تسمع بالفتح. واصل فيها عين جارية. فيها سرور. فيها ماذا؟ عيد يا عيد. فيها سرور. مش سرور، ما فماش واو. سرور. فيها سرور مرفوعة وأكواب. أحسنتي. باهي دي وأك. باهي هاي. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي وزرابي فما ضم بركة وزرابي مبثوثة. قل زرابي أيو. زرابي أحسنت. وزرابي مبتوثة. وزرابي مبتوثة. أحسنت. ما؟ تفضل. تجي باش تدخل الجنة. قل له يا ربي دخل معي الجنة. أنت باش تدخل الجنة إن شاء الله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ خلقت. خلقت. وإلى
إلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. بط بط ولا بط؟ بط هي ولا لا؟ نصبت نصبت. أحسنت. وإلى الأرض كيف سطحت. أحسنت. فذكر إنما أنت مذكر، ليس عليك لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر. كا ولا كا؟ أحسنت، ما بقولوش كفر كفر فا كا وفا، لا كفا. إلا من تولى وكفر. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم هم. يا بنتي ثبتي خير. ها؟ إن إلينا. إن إلينا إيابهم. أحسنتِ. ثم إن علينا حسابهم. ما شاء الله، باهي، مستوى طيب. عندك روح قتالية باهية في القرآن، تصور يكون عندك شأن حولها، أسد عليك الحماسة فيك أكثر والرغبة فيك. مع بعضنا الكل من البداية. بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى شوفي توجه هنا. مكسور أنا بحرف القبر مكسور. إذا وهي ساكت. هذا وقت إيش؟ هذا حال الوقف. الكلام اللي يقولوا فيه حال الوقوف على الراء المطرفة. لكن أثناء وصلها بالكلام ديما هي مسيطر وين؟ هي بمسيطر، هنا سكناها سكون عربي مش الأصل. وقت تبدا في وصل الكلام قد تتغير، هذاك تنشوفوه إن شاء الله. قاضي لما حاكم مازلنا ما وصلناش حكم الراء. نتبع في حكم الراء عند الإمام الجزري. نسمع حكم الراء عند الإمام ابن الجزري، شيخه. ورقق يا الله إذا
كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. هي فيها جمعة أحكام الراء بعد تو فصلوها مش شوي بشوي كده واحد عنده البيت هكذا يبدا الشرح نتاعه ما عنده يبدا ان شاء الله فاهم. وقف ولا وصف؟ وقف مصيتر تير ما خاطر الطا سمين ها؟ ثم يغلبكم كان يسمع منكم عمري ما لقيت واحدة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه كفارة المجالس. حتى كتكلموا بفيسبوك استعملوا على الأقل السنة هذه فسخوا شوي ما تخلوهاش هكاك دف ملبس على الأقل امحيوا ما يمكن محو. بارك الله فيكم السلام عليكم.